كمان ريسيتال ميلادي هالمرة بتم 2012 مقهى زوايا بالحمرة بيكرم الأخوين أحباني باعتبارهم شاعري اللهجات المحكية الفصحى والمحكية. نهار الخميس 20 ميلادي اليوم بكنيسة مارياس في أنف الياس مع الفنانة عبد وقت رح ننتقل إلى أخبار التكنولوجيا ومن شركة أيبتاك منتوج جديد ستيريو متعرف على مواصفاته بها التقرير من إعداد زميلنا فارس نادر والمعرفة مع موعد جديد للكتاب من خلال معرض بيروت الدولي العربي للكتاب. عدة توقيع كتب نشاطات مختلفة شهدها المعرض إنما وصل لنهايته ليعطينا موعد جديد السنة المقبلة. كيف ختم المهرجان فعالياته؟ تقرير.